فايد أهمية كبيرة أكيد لهالموضوع، ضروري نكون جاهزين لأي طارئ ممكن يصير معنا بالمينيموم المطلوب، لأنه كمان اتصال صغير للصليب الأحمر بيقدر يكونوا عم بيفيدونا وعم بيتابعونا لنقدر نخلص حياة مريض بين ما كان وصل الإسعاف. اليوم مثل العادة معنا إلي تكلي، بس معنا كمان توفيق دقدوق يلي موجودين معنا من الصليب الأحمر لا يعرفونا عن موضوع جديد. بونجور. بونجور. أهلا وسهلا فيكم. ميرسي. اليوم رح نحكي عن انسداد المجاري الهوائية. صحيح. شو اللي ممكن يعمل الانسداد بالمجرى الهوائي؟ بالعموم الانسداد مجرى الهواء هو لما يتوقف حركة الهواء بين الرواية والخارج، وهذا الشيء بيكون سببه حيلا غرض صلب. بيمنع حركة الهواء بين مثل ما قلنا الرواية والخارج، مثل عند الراشدين أكثر شيء الطعام، وعند الاولاد الصغار عاده لعبه حيال الليجو او حيال كوين 250 500، معقول تفوت وتسد مجرى الهواء. بالعموم هي هي الانسداد مجرى الهواء. نعم، يعني ما بيكون في مشكله مرضيه، لا بيكون في غرض خارجي. صحيح، غرض خارجي فات وسد هيدا المجرى الهواء ومنع تحركة الهواء بين الخارج وال. نحن كيف بنلاحظ على هالشيء؟ الدغري ببين ولا ببين عم يتشردق او ببين شو ببين بالاول؟ اول شيء رح يبين المريض اكيد عم يسعل وعم يتشردق، بعدين لما تصير حركة الهواء تامين بطل عم ابدا عم بفوت هواء، رح نشوف المريض منه قادر يصال، منه قادر يتنفس، وحتى منه قادر يحكي، رح يكون حاط ايديه على تمه بهدف انه يجرب يخلص يطلع الغرض، ورح يكون فاتح تمه بطبيعة الحال. معقول نبلش نشوف تغير بالوان البشره ان كان على شفافه ولا على وجهه بالعموم. امتى لازم نتدخل توفيق؟ اوكي، بما انه نحن بس وصلنا لعنده مثل ما قال لي رح يكون بهيدا الشكل وبهالوضعيه، هذا الشخص انا بس اقرب لعنده رح اكون عم بساله اذا قدر يسعل، اذا قدر يتنفس، او اذا قدر يحكي. هودي الثلاث اسئله هن مثل مفتاح لإلي لاعرف هالشخص اذا عن جد مسكر مجرى الهواء او لا. نعم. في حال وحده منهم مش موجود، يعني هذا الشخص منه بالحاله اللي نحن عم نحكي فيها. نعم. بس اوصل لعنده بيكون بهذا الشكل، رح كون انا عم بحاول ساعده، بمعنى اني كون على اول شيء ببلش فيه هو ضربات على الظهر. ضربات الظهر هي بتكون كاني عم بعمل سعل اللي هو ما عم يعملها. نعم. سو الشيء رح كون عم بعمله هو اول شيء رح كون عم بوطي له جسمه لتحت لتكون عمليه اسهل. رح كون عم بهديه من قدام كرمال بس اضربه انا ما يكون عم بيوقع. رح استعمل كعب ايدي لانه هيدا بارت قاسي، وبين الرفشين بنص رح استعمل السوليد او شيء صلب اللي هو العمود الفقري، وخبط خمس خبطات رح يكونوا قوايا كرمال اعمل هيدي الارتفيشال كاف ليطلع الشيء اللي بتمه. سو بعمل 1 2 3 4 5. هلا عم بحس له لا اكزاكتلي لشخص بقوي اكبر. صح، لشخص عم بحس كانه عم بيموت لانه ما عم بفوت هواء، رح اكون انا اكيد بشكل اقوى عم بعملها. نعم. تاني شيء برجع بعمله مثل ما بلشت بالاول، رح اساله انه هل تحسنت، عم قادر تسعل، قادر تحكي، رح اقول له ممكن هاي الحركه تكون كافيه، ممكن تكون صح. إذا يعني مش انا كافية. انا بعمل الخمسه، اذا ما مش الحال رح اعمل شيء اضافي اللي هو هايملش مانوفر، رح اكون عم بستعمل البوكس تبعي بالمنطقه اللي هي طريه. نعم. بالراس المعده بس تكون تحت القفص الصدري مش على العظم، رح اكون عم بعمل بوكس بهذا الشكل هون، كمان نفس الشيء بوطي، ورح كون عم بنتبه انه ما كون عم بكبس على الربز من هون لما اذي كسر له ضلعه يعني. سو القوه رح تكون بس بايدي مش بالزنود تبعي من هون. سو رح اكمش من جوا وعلي لفوق، اكبس لجوا ولفوق كمان بقوه اكبر. صح اكيد، لانه رح تاذيه هلا، بس لازم انتبه انه الهدف تبعها شو هي، انه انا اكبس على الرويه اللي هون للبريشر الموجود كرمال كمان يطلعها. وهون لازم نشوف الغرض ظهر. صحيح، والا ما بكون يعني وصلت. صح. للنتيجه. صح. شو المعقول يصير هون؟ هون معقول اكيد 100% هالشيء رح يوصل لي لنتيجه، او كمان ممكن ما اوصل لنتيجه. هون معقول شيء شغله من اثنين، يا المريض بيتحسن وبيطلع الغرض لبرا، ساعتها انا مفروض طمن المريض وقعده او حطه بالوضعيه اللي هو بيرتاح فيها، مفروض كون عم بلغ باسرع وقت لانه التبليغ بيؤدي انه انا وصل المريض على المستشفى باحسن واسرع طريقه، لانه معقول يكون الاكسجين مطي بجسم هذا المريض، او بطل الاكسجين عم بفوت، او حتى يمكن معقول يكون عامل نزيف
جواني. يعني يا المريض بيتحسن وبيطلع الغرض لبرا يا ما بيتحسن، ساعتها برجع بعيد الخمس ضربات والخمس ضغطات لحديت ما اذا ما رجع مش هالحال معقول يغيب عن الوعي، وساعتها بنحكي عن الموضوع بحلقه ثانيه. توفيق، فاذا انا كيف رح اتصرف؟ هيدا هيك رح اعمل بين ما كان اجى الاسعاف، بس بدي اطلب الاسعاف. صح، بس يعني حتى لو حسيت انه رجع مرتاح وظهر هالغرض. برافو، نقطة كثير مهمة حكيتي عنها، هي بس فكرة امتين بنبلغ وامتين بنعمل الاسعاف، هيدي عندنا اياها نحن حسب البريورتي الكيس اللي عندي اياها. بهيدي الكيس اللي عندنا اياها اكيد بطبيعة الحال اذا انا بمحل عندي حدا شخص ثاني فيه هو يدق وانا اشتغل. بس اذا نعتبر انه انا وإلي كنا لحالنا وصارت معنا هاي الخبرية، لا بعمل اسعاف لانه كثير مهمة، وبعدين بقوم بخبريه الابلاغ اللي هي ضروريه مثل ما ذكر الاسباب الموجوده. أوكي. بس اكيد ضروري نبلغ لانه احنا ما بنعرف لشو ادت هاي الانسداد الهواء. يعني ممكن الحركه اللي عملناها تكون اذيت بطريقه او باخرى؟ الحركه بالعموم ما معقول تاذي قد ما هي حركه الضهر، يعني هو الغرض لما عم بفوت او عم يظهر معقول هو يكون عم يأذي. يعني معقول لاحظ انا النزيف يلي معقول يكون معقول يشوف بعض الدم على تمه للمريض او هو على الغرض نفسه لما يطلع. اي شخص قادر يعمل هالشيء؟ يعني اذا كنت يعني شخص وزنه 30 كيلو او وزنه 40 كيلو والشخص يلي عم يخترق وزنه 60 كيلو بيقدر يعمل هالشيء؟ اوكي، هي ما بتنقاس بالوزن، يمكن بتنقاس شوي بالحجم لو الي شوي انصح. أوكي. او كمان فينا ناخذها يعني هو تو اكسبشنال كيسز. رح كون انا بعتبر انه هالشخص عن جد ما قادر انا احط ايدي هون، الضربات على الظهر ما بتختلف عندي لانه نفس الشخص. أوكي. ما فرقت، بس فرقت انه انا ما قادر اغمر هالشخص بالطريقه المضبوطه، رح كون عم بعلي لفوق. أوكي. يعني نفس زيتها اعملها فوق، بس فرقت انه هون بتكون كومبريشن، يعني بتكون لانه صارت على الضلع. صح، لانه هون منطقه طريه قادر انا فوت وعلي، بينما على التشست انا قادر اكون عم بكبس دايركتلي عليها، يعني بس بريشر بس كبس. صح، اوكي. فاذا اذا ما زبط كل هالشيء بنحكي عن الاسعافات بحلقه اللي جايه. اهلا وسهلا فيكم، يعطيكم الف عافيه، ومثل العاده تحيه من خلالكم لكل افراد واعضاء الصليب الاحمر اللبناني. وقفه وبنرجع.